مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، مساء الخير، مساء السرور إن شاء الله. أهلا بك. طيب أستاذ حسن موسى، لو بدأنا يعني منذ البداية قبل هذه الحادثة، هل كانت متوقعة؟ ومن هو هذا اسمه راسموس بالودان الذي قام بها؟ وأيضا الترخيص للمظاهرة هل كان يتضمن حرق نسخ من القرآن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تحية للجميع، لك شخصيا، للإخوة في الشروق التي تشرق علينا بإضاءات تخدم الوجود والإنسان والإسلام وخاصة الأقليات. أهلا. الحقيقة 30 سنة، 3 عقود قضيتها في السويد مدافعا رافعا للواء السويد، تكلمت في الشروق خاصة في جريدة الشروق، الخبر، البلاد، غيرها، في المؤتمرات، مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في السعودية، في طهران، في لبنان، في الأردن، كنت أحمل معي سويد التسامح والتعايش والقبول بالآخر، وكنت حتى أستعمل مصطلحات كانوا يغضبوا مني بعض المشايخ في الجزائر وغيرها، إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، إلى غير ذلك. قبل 3 جمعات انتهيت من خطبة الجمعة وإذا بشخص قادما من سوريا، من إخواننا الفلسطينيين السوريين، قل اتق الله يا شيخ، أنا أشكوك إلى الله. قلت لماذا؟ قال لقد قرأنا تصريحاتك في الجزيرة وفي غيرها من القنوات، قدمت لنا السويد على أنها فردوس وأنها جنة الله في الأرض وأنها بلد التسامح، تسمح لكم ببناء المساجد والمدارس وتسمح لكم بالتعددية السياسية وسمحت لكم بالوصول إلى البرلمان لبعض القيادات الإسلامية، والآن اسمع، نحن نخاف على أبنائنا، نخاف على أسرنا، مدارسنا الإسلامية كلها أغلقت بتقارير من الاستخبارات السويدية السيبو، بعضها وقعت في أخطاء لكن هذه الأخطاء لا تقتضي الغلق. الآن دعم للمساجد متوقف، هناك تشهير ورصد إعلامي وقصف ثقيل على الوجود الإسلامي، هناك عداء للإسلام، هناك رهاب، حتى أن الإحصائيات تتكلم عن عودة الكثير إلى أوطانهم أو الهروب إلى تركيا أو إلى بلدانهم الأصلية خوفا على دينهم وثقافتهم وهويتهم، خاصة بعد أن تمكن اليمين النازي بقيادة جيمي إيكسون الذي يحكم من وراء حجاب، وما المحافظين واليسار إلا أدوات يستعملها لرسالة واحدة: رحلوا الإسلام ورحلوا من يتبعه، العداء للسود والعداء للأجانب.